ممكن في الكاميرات اللي قدامنا. اللي مش ممكن هو ان لا يتحرك فجأة اللي قدامنا. أحسن حل، أحسن حل علشان نحقق الحاجات دي كلها، إن الكيرف بتاع إي إس اللي هو ليه علاقة بالإنتاج يتحرك معايا. لما تتحرك الأحيان ده يحصل إيه؟ هيقطع الكاميرا بتاع الدمام، بتقطع الدمام أو الحاجة الدمام، النقطة بتاعتي هنا، فيخلي البرايس أقل، والأرم بروينت وضع أفضل، يعني كل الأرم بروينت، وبالتالي أو يعني ده بيساوي إن الأرم بروينت كان مش ممكن يتم الفحص، انما بيتم انه يشجع الاستثمار وممكن يقدر يبني مصنع على ما ياخد موافقات ويشتري ارض ويبني ويجيب مكنه ويأجر عمال او يجيب عمال ويشغله ممكن يقعد 5 سنين، وبالتالي بياخد وقت. كل يوم شركه جديده بتفتح، مصنع جديد بيفتح، بيديك لو انت بتحط فلوسك
السوق بيدي 23 جنيه. ده رقم معقول بالنسبه للاربعه السوق. فانت عندك مارجن قد ايه تكسب فيه؟ 6%. لكن في ريسك، لان مش كل المشروعات بتربح، في مشروع بتربح 100% ومشروع يخسر. ففي ريسك عالي، فكل انا هروح استثمر وفقط علشان 6% فرق مش كده وبس، لانك انت لما يكون انت بتحط فلوسك 14% لما تيجي شركه او مصنع يقترض من البنك ما يحملوش 14 لازم يبقى في فرق عشان البنك يقدر يعيش، يبقى مثلا 16 17% فيبص ل 16 17% من 20% يعني هيعمل كل الجهد والريسك اللي هياخدها على 3-4% مش مستاهل. فايه؟ يأجل مسألة الاستثمار أو يضر الطرف. طب ماذا لو انه الرقم ده اللي هو الانترست ريت نزل مثلا ل1%؟ في بعض الاوقات كان اليابان الانترست ريت بتاعها نيجاتيف، يعني تحط فلوسك بسرعه، لا تحط فلوسك وياخد منك مش تديك ربح، ياخد منك مصاريف اداريه نظير ان يحافظك على الفلوس، لان محدش بيحب يشيل فلوسه في البيت. فده طبعا من اكثر الحاجات اللي ممكن تشجع الاستثمار، ان يكون الانترست ريت منخفض. يمكن ده السبب ان ربنا فرض علينا الزكاه 2.5% في المال علشان الناس تسعى لانها تستثمر اموالها عشان تأدي الزكاه لاستثمار اموالك عشان تقدر. طب مين اللي يعمل الانترست ريت في البنوك؟ البنك المركزي اللي هو تبع الجهاز الدولي، بنتكلم عن الدوله. تمام؟ حتى الصادرات والمبادلات اللي هو بتقدر تحط تعريفها بنوكيه. المره اللي فاتت قلنا دي اربع سياسات تستطيع من خلال الحكومة تتحكم في الاقتصاد إلى درجة. طيب تعالوا نفرض مثال، لو فرضا حصلت حرب على الإيرانيين ودي اللي بيكسبها الأمريكان 1000 مرة قبل ما يقبلوا على الشغلانه، حتى السعوديه نفسها مش حاجه سهله كده انك تحط ضرب يعني. اقصد حاجه صرفين ثلاثه في ابار البترول بتاعت السعوديه والكويت والعراق. يبقى 30% طبعا الكلام ده زمان اخوانا من 20 سنه او 30 سنه كان بترول الخليج يمثل 70% من البترول اللي بيروح لأمريكا. دلوقتي البترول أمريكا تقريبا ما بتستوردش كتير من الخليج، عندها بترول وعندها زايد عملت 27 سنة وعارف إن المنطقة سخنة فإيه ما تقدرش، إنما بقيت الدنيا كلها بترول الخليج يمثل 30% 36% مش حاجة بس اقتصاد الصين هيبقى اروع، هيحصل مشكله واقتصاديات اخرى دول كبيره اقتصاد ضخم، اليابان مثلا بتبقى هيحصل، اوروبا عندها طبعا جزء من اعتمادات على دول الخليج فهيبقى نفس المشكله. طيب
ايه اللي هيحصل في سوق البترول لما يحصل حرب ويكون ابار البترول يعني جزء من الدين اللي موجود؟ هيحصل ايه للبترول؟ سعر البترول هيحصل ايه؟ يزيد. ايه؟ هيرتفع. البترول في لما بدات حرب العراق و من حوالي كام سنه نتيجه المخاوف ان الدنيا المنطقه اللي تشتعل، على فكره الاقتصاد حساس جدا للسمعه وللمخاوف. راس المال ليه ما يجيش مثلا في مصر؟ خايفين ده احسن مش عارف اي حاجه. مجرد إشاعة ممكن تبوظ حاجات كتير. راس المال سمعته يعني عميق حساس جدا لسوق للإشاعات. يعني لو حس إن في مخاوف 1% إن المال بتاعه مثلا ممكن يحصل له حاجة ما يقدرش مثلا يسترده، فيجي يستثمر فيه. الدنيا مفتوحه قدام يجي مصر بيحصل. لو مثلا ما حصل ده طبعا فتره في مصر ان الشركات تيجي تفتح فروع في مصر وبعدين الفلوس بتاعتها عاوز تحولها الى دولار مستثمره حتى مثلا 100 مليون دولار حتى مليار دولار وعاوزه في الاخر في ربح قليله مثلا 10%. عاوز سنويا الحق مليار ده عاوز 10% و 10% ولا 5% ولا حاجه تحول له برضه ملاك راس المال برضه. وبالتالي يحول الجنيه للدولار ما يعيش البنوك بسعر ما بتقدرش البنوك ان هي تحول. يعني على طول يبتدي يخلص عمله يقول لا مش مستاهل. ما انا هعمل ايه بالجنيه لما يفضل هو في ايدي وما انا عارف احوله؟ الجزء الثاني دي التحدي قدام الناس اللي عاوزه. هيحصل مره واحده الانتاج بتاع البترول يؤثر سلبا. الجزء الثاني اكس دي راحت راحت حصل تراجع في الاس كيس مشطه. حصل تراجع لانتاج البترول على الاقتصاد العالمي كله. انا كلمت دلوقتي ان انتاج البترول بتاعنا انتاج البترول بس طبعا مش ما بيكفيناش وبنستورد. فعلى طول ادوات الانتاج بقت تعرضت للمشكله الطاقه. لانهم في الاخر البترول ده بيتحول الى طاقه كهربائيه او بيجي على طول عشان يستخدم في مراكب او تسخين او حاجه كده ايا كان، بس معظمهم بيولد بيه طاقه كهربائيه. فسعر الكهرباء على المصانع هيزيد. تمام؟ فتعمل ايه؟ طبعا تلاقي الاسعار حصلها زياده. تتحرك من هنا للنقطه دي ويحصل ايه للعالم الاقتصادي؟ يتراجع. ويحصل ايه للبطاله؟ البطاله دي لازم نحطها في الصدر قدام الحكومه انها تتصرف تحت تصرفين. التصرف الاول تضحي بالاسعار في سبيل ان الناس تظل تشتغل زي ما هي معاك شركه العمل او نسبه البطاله ما تزيدش. فتبتدي تقول مش هيحصل حاجه احرر ده البلدان. يقول الاسعار كمان تزداد اشتعالا. وبالنسبه لي اليد العاملة ما تقلش. الأمر بالوين أو البطالة ما تزيدش ويظل الاقتصاد
شغال لكن مع ارتفاع كتير في الاسعار. تمام؟ طبعا احنا في مصر هنا عندنا سياسه الدعم عشان الفقراء، فطبعا ده كله بيحط عين ضغط على ميزانيه الدوله في ناس تدان واعلى صادر. انما في الدول الغربيه او الاقتصاد الغربي بجد تلاقي حصل مشكله حتى ولو اعلانات متبادله كده بان في نقطه حرب، وبس تلاقي سعر البترول ارتفع بالسيره. ارتفع على طول المواطن يلاقي يروح يشتري العربيه بتاعته بالبترول او بالبنزين يلاقي ان سعره ارتفع على طول. فده التصرف يسموه في الاقتصاد لوز بوليسي. لوز بوليسي يعني سياسه تنصعيه او بريلاكس، يحاول يصرف بزياده شويه علشان يحافظ على الوظائف. الكلام ده بينفع في بلد ارتفاع الاسعار شويه، ناس اغنياء زي امريكا مثلا، في معرفش اللي سمعتوا عن الريسيشن اللي حصل في 2008، حصل كده مشكله كبيره في بالذات حكايه المساكن وكده، فبداوا الحكومه الامريكيه رصدت حوالي قريب من 1 تريليون او يمكن 900 مليار دولار ولا حاجه عشان تشجع الصناعه و يعني زودت المصاريف بتاعتها، والى حد ما اداره الرئيس السابق استطاعت ان هي تعدي ازمه جديده، لان هي حصلت فيها وقت البوش، فمن هي اوباما هي ادارت المساله دي بكفاءه عاليه، فخلى الاقتصاد الامريكي يعبر الازمه دي بنجاح. بس هي كانت تصرفها برضه اللي هو اللوز بوليسي ان هي تصرف علشان تجيب المومنتم. واحد يقول لي طب هتستلم الفلوس اللي صرفتها دي ازاي؟ ما هو خلي بالك ان الاقتصاد هي الحكومه بتجيب فلوس منين؟ بتلم الفلوس منين؟ اساسا من الضرايب. اساسا من الضرايب. لما ده ينتعش كل ما ده ينتعش كل الفلوس المحصله من الضرايب بتبقى اكتر وبيقدروا الدنيا تستمر. انما لو الحكومه ما تدخلتش وسابت الدنيا هيحصل فيها اللي يحصل بدون تدخل، احيانا العاده السلبيه للاقتصاد بتتناها دايره فممكن توصل البلد للحضيض. ممكن توصل البلد للافلاس. التوقف كامل عن سير الاقتصاد. وده حصل في التاريخ كذا مره. حصل ده في العشرينات من القرن الماضي. حصل ريسيشن ضخم جدا في امريكا بعد الحرب العالميه الاولى. والغريب ان لما تيجي تشوف السايكلز في الاقتصاد العالمي تجد ان اوقات الحروب بيحصل بتعشى مصانع السلاح بتشتغل والعمال والمطاط على العمال والاقتصاد شغال والابتكارات والعلماء واي حاجه كده فيها ابتكار علشان الصناعه الحربيه تلاقيها بتعمل رواد الاقتصاد. وبعدين بعد شويه الحاجه اللي استخدمت في الحرب تستخدم في السلم وتلاقيها يعني الحرب بتغلب الجيش احيانا طبعا فيها دمار وفيها بناء وفيها حاجه مش كويسه لكنها احد جوانبها انها محركه للاقتصاد ومحركه للاقتصاد ومحركه للتقدم يعني العلمي. طيب ايه بقى الحكومه تعمل؟ الحكومه تاخد خيار تاني خالص وتقول انا هشتغل احاول ارد ده
كان مستحيل التعامل. تقدر تقدم الحكومة إن هي تيجي هنا وتقول طيب أنا هرجع الأصعاب تحليلا لمستواها اللي الناس مش مستحيلة، طبعا تعمل حكومة هحرك الإيه؟ هحاول أقيد المصروفات، هحاول أقيد الإنفاق بحيث إنه المستوى الاسعار يفضل زي ما هو تقريبا حاجه بسيطه فوق ده، لكن هيحصل ايه بقى للاقتصاد؟ هيحصل تراجع في مستوى الدخل في المحل المالي، وهيحصل زياده في الضرائب. طبعا بتبقى بلد في ظروفنا احنا اللي احنا فيها دلوقتي من حيث البطاله عاليه، البطاله عندنا مصر حوالي 13%، والاسعار غاليه، اسعار غاليه، فيعني هو تصرف الحكومه المصريه تبع النموذج ده ولا النموذج ده؟ طبعا المشاهدات انت الاولين متهيألي الاثنين فأنا ما شفتش دراسة واضحة أو ما قريتش عن دراسة واضحة في هذا الموضوع، ومن
السحب بالاستمرار، يعني يبقى في كونتينيوتي بمقدار الميه اللي هستحضره بيها، هتيجي ميه متجدده مع الوقت، والا يتحول هذا الموضوع الى بص تلاقي حاجه كويسه جدا في الزراعه في الارض، طب تصرف خمس ست سنين الميه المليون ونص دول يتحولوا من مليون الى نص مليون، تتبخر الجهود دي كلها وتبقى انفاق مالوش اي قيمه، بالعكس هيبقى طبعا تدمير في الاقتصاد. ايه هي مظاهر تقليل النفقات؟ مظاهر تقليل النفقات انه نقلل من النفقات ازاي؟ نقلل الدعم مثلا. طبعا الدعم لا تستطيع، يعني احنا بنصرف الحكومه بتصرف حوالي 30% من الناس المحليه وبتجمع حاجه بتاعت مثلا اقل من 30% بتجمع 25%، في 5% موجودين كل شويه بيزودوا، طب لازم نقلل النفقات. يعني ايه نقلل النفقات؟ يعني اذا كان مثلا بنصرف على مشروعات توسعيه نقلل، بدل ما نصرف مليار نصرف نص مليار. الصرف لدى الحكومه واخد بالي أو هو تيجي مثلا إن احنا نقلل الموظفين مش نزودهم أو حتى مش نثبتهم، بس ده طبعا ليه مظاهر اجتماعية خطيرة بتسرح الناس، واخد بالي؟ إنما ممكن ما تمش إن أنا أسرح الناس كده، إن أنا أعمل تشجيع إن أنا حد مثلا للي يحب يساوي معاشه بدري أحدده تشجيع بحيث إن أنا آخد مثلا مكافأة مضاعفة ويروح يبني بيها مشروع، ففي بعض الناس ممكن تعملها. واخد بالي؟ كمان مظاهر ضغط الإنفاق كتير، يعني مثلا تلاقي في مخصصات بتتم من كل مؤسسات الدولة. أنا دي حكاية قرأتها مثلا عن حكاية مستشفى موجودة مش عارف كانت في السويس ولا مستشفى الطريقه بتمشي ازاي في مؤسسات الصرف في مؤسسات الحكومه؟ في انواع من الفساد مهمه جدا. انواع من الفساد ما تبقاش حساب حاجه بس الكل منتهي فيها. في مخصصات من قبل وزاره الصحه انه يجيبوا له قال لك هو طالبين طلبات اخواننا اللي عنده الاطباء اللي عاوز جهاز اشعه على خصوصا الميزانيه وجاب الجهاز. والجهاز بقى له مش عارف 7 سنين ولا كام ما بيتحركش من الدكاتره. الموظف سعيد لانه ما عندوش اي ما فيش حاجه خسرت من العمله بتاعته. يعني هو بيبص على المعمل. والطبيب مش امين قوي كل همه على انه يروح العياده بتاعته ويجي بس كده يجي ساعتين كده يخلص يكلم الناس وخلاص. فده عم كان الجهاز 5 مليون يعني بتاعته وتعامل معاهم وفيد الناس وكده ياخد منه وقت ومش او ان طلب الجهاز مش سهل ومحدش انترستد في الكلام ده. وطبعا اشتريت الجهاز ليه؟ لان هو موجود في الميزانيه. ولو ما اشتروش الجهاز مخصص للمؤسسة دي مثلا 10 مليون جنيه فقط. لو ما اشتروش ال 10 مليون افترض انه اشتروا 5 بس. يقوم وزارة المالية تقول الناس دي مش جابة، انا خصصت لهم ال 10 مليون ما اشتروش بيها، يبقى الناس دول مش جابة.
السنه الجايه انا هديهم فقط ماكسيموم 5 مليون، مش هاخد مشتريات ومستلزمات وكلام من ده. منطق ده يؤدي الى ان الموظفين بتشتغل بالمنطق العكس ده. الحق اشتري بصرف النظر انت هتعمل بيها ايه. الحق اشتري حق راح تحطك في المخزن علشان ما يقولوش ان احنا مش جايبين. هو كيرس يعني. يعني الغلط اصلا من الاول من فوق، يعني هم يعني هم اللي بيخلوا الموظفين يتعاملوا غلط. بصي السيستم على بعضه غلط. ومعفن وفي فساد كتير قوي. بس ده اكيد بيأثر على ميزانية، على ميزانية الدولة عموما. ما هي الديون بتاعت الجهاز ده. معظمها فساد. يا يعني ده وفساد من النوع دي زي اللي بحكي لكم ده، ما فيش شخص بعينه سرق. لكن انما في قرار النظام كده يعني في كده صدارات وفي ضمير ضمان مش يعني ما بتراعيش ربنا وكل واحد في الحته بتاعته. لا اشتري الموظف بتاعته يشتري عشان يخصص ما يخفضوش مستوى المخصصات بتاعتي. وتحارب عشان تجيب بعد كده يعني ده منطق الناس اللي ايه؟ اللي قلبها على الفلوس يبقى الفلوس فلوس لا. فتلاقي المولات منتشر جدا، المولات عليها منتشر جدا. عادي تروح تلاقي حاجات بتراتبها مره على 7 5 سنين ما بقتش فيها قيمه خلاص مع الوقت. انت والتكنولوجيا الجديده جات والجهاز الجديد بيمولوا فيها او منتفع فيها 1.7 مليون شخص.
انما المشكله ان احنا عندنا اكثر من 30 مليون شخص على قطاع الرقابه. فما هياش الدنيا كانت كده. ف الحقيقه الممارسات الاقتصاديه العيب اللي بيحصل ده من قبل الحكومه انها ما قدرتش توفر شبكه الضمان في مكان كافيه بعدد كافي عشان تقدر تنجي الناس اللي بتتعرض لمشاكل، تكون الحاجه اللي بيشتريها النهارده رايح ب 10 جنيه اللي هي ب 13 جنيه ولا حاجه، معدل التضخم في البلد وصل ل 30، ده مش حاجه بسيطه، ده مش حاجه بسيطه، وفي ناس بتتلبس فاس، في ناس حتى في الطبقه المتوسطه بتنزل الطبقه الفقيره كتير جدا. ده طبعا يحتاج ان يكون بس مصاحب هذا الموضوع. ده طبعا اسبابه الدعم اللي تديه الحكومه للطبقات الفقيره اللي هو الغير مباشر، اللي هو مثلا الدعم للخبز، الدعم للبترول، الدعم للطاقه. للاسف مفيش كفاءه إدارية من قبل الجهاز الحكومي علشان الدعم ده يروح للمستحق. يعني لما يكون مثلا البنزين لغايه دلوقتي ايه الدعم؟ او السولار. البنزين مين اللي مستفيد اكثر من البنزين؟ لا هو بس هما ايه؟ علشان وسائل النقل الاخرى المستفيده من البنزين او من السولار اللي هي بتؤثر على نقل الخضر والفواكه والحبوب وما شابه، ففي عدم كفاءه في توزيع الدعم. كيفيه تحسن ده يؤدي الى ارتفاع كتير قوي في الاسعار وبتاع. فالجهاز الاداري ما عندوش فعاليه في اداره المسائل. يعني حجم مساله الدعم دي بيكون دعم مين؟ نادي بيروح للفقير. وتبقى في سعر واحد للمية، ده السلعة. رخيص الخمس ولو وقت من الأوقات كان إن الواحد يجيب العيش ده ويحكي له البهايم أرخص من إنه يجيب عارف. لأنه فالدوس بتاعي كمية الاستهلاك من الأقماح كتيرة جدا. إنما لو ارتفع رخيص الخمس بدل ما يبقى 5 قروش مثلا سعر بسيط، تكلفته الحقيقيه اللي ممكن تبقى 60 قرش او قريب من 60 قرش، محدش هيعمل العمل دي وياخد الدعم المادي هيرشقه وهيعيش كويس. يبقى ساعتها نقدر نعرف ان عندنا لو في كفاءه في الاداره، بما في معلومات كافيه عن دخل كل مصر. يعني في معلومات في قواعد بيانات ما بتتكلمش بعض. يعني هنا في واحد مثلا بيعمل 1000 جنيه في الشهر مكالمات تليفونيه. ده مش المفروض ياخد ده. لما يكون عنده اناره في البيت كهرباء فوق ال 1000 جنيه. ده قاعد في شقه كبيره جدا او في قصر وبيصرف. بس ممكن يكون بياخد ده. دي عدم كفاءه في توزيعه. ففي عدم كفاءه في الاداره. على كفاءة الإدارة، وفي نوع من الفساد بعضه سابقات ممكن من كبار أو صغار الموظفين، وبعضه مش سابقات خالص، إنما النظام على بعضه كده مفيش ضمير، فمؤدي إلى خلل وتصرفات كتير قوي مش بتؤدي إلى مهم جدا 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 البدء بضمير الأخلاق، بناس تعرف ربنا تعرف إزاي كان الحق وكان الباطل، تحرص على الحق وتحرص على التوعيه. واحد يقول طيب بالنسبه للضرائب، ليه ما تبقاش في ضرائب بالقدر الكافي؟ عايز تاثير الضرائب ايه؟ علشان نفهم ليه الحكومة خفضت، يعني عارفين الحكومة بتاعت الوظيفة اللي كانت موجودة قبل كده خفضت الضرايب من
لحد اقصى 20%. ودلوقتي ارتفعت حاجه بسيطه لحد الاقصى داخل بقى 22.5%. وعلى فكره لما ده حصل نتيجه فنون الناس التهرب من الضريبه، لما ده حصل شجع الناس انها تريبورت الدخل الحقيقي، فحصل زياده في تحصيلات الضرائب. ده يوريك قد ايه قدره الناس على الهروب من الدخل الضريبي. بس تعالوا نتكلم في اقتصاد حر مستقر، الدنيا مكشوفه، مفيش فيه قدره على التصرفات دي او التهربات دي. ده الايه؟ الانتاج. ودي الايه؟ الاستهلاك. الضريبه بتعمل ايه؟ الضريبه بتاثيرها، تاثير الضريبه كانه بتحرك الانتاج ورا شويه. الاسعار بترتفع، وارتفاع الاسعار ده غالبا ارتفاع الاسعار ده تقريبا يساوي الناس اللي بيتحملها المواطن. المواطن لما الحاجه تزيد بدل ما تبقى ب 100 تبقى ب 115، يقوم القدره الشرائيه هتصلها ايه؟ هتقل شويه. فبدل ما الاقتصاد رايح هنا، الاقتصاد هيتراجع شويه. فالناس اللي بتنادي اللي احنا طب ما ايه المشكله يعني لما نرفع الضرايب ونخليها نخلي الضرايب تبقى متوسعه توصل ل 40 ولا 50% ويقولوا لا طبعا البلاد في بلاد في اوروبا وامريكا ممكن توصل فيها الضريبه ممكن توصل ل 60%. لا بنيه قوي الناس بتدفع وهي يعني ما عندهاش مشكله، لكن ده تاثير الضريبه. تاثير الضريبه هو انه البطاله هتزيد والاسعار هتزيد. البطاله تزيد والاسعار تزيد. تقوم ده مش حاجه تجاريه، ولذلك يعني ايه؟ بس لازم طبعا تبقى في ضريبه، ما هو لازم يبقى في خدمات بتقدم للناس، لازم يدفع تماما. ما نقدرش لو ما جمعناش ضرايب تبقى حاجه صفر جنيه، يعني تبقى نص جنيه يعني. فلازم تبقى في ضريبه. بس التوسع فيها قوي مش في الصالح. لان كل ما تزيد الضريبه كل ما تزيد الاسعار. ما هو اللي جبت ده هي اللي كانت في السجن وبيبيعها منين؟ وهو جاي يبيع قلت له بص تحت صاله ايه اللي مش هتبيعها ب 100 هتبيعها ب 15 يعني دلوقتي حوالي 13 بس هتزيد شويه توصل ل 14 خلينا نبيع السلعة خلينا 15% فبدل ما هنبيعها ب 100، ال 100 دي بتاعتك انت داخل فيها ربحك ونحس عليها بعدين، لكن في حاجة اسمها ضريبة المبيعات. السلعة دي بتسمى القيمة المضافة، لأن أنا ممكن أكون جاي مثلا بتنتقل من مصنع لورا مصنع ما بروحش المصنع، كل واحد عمل إضافة. الإضافة اللي عملها دي بنزود عليها ضريبة على القيمة المضافة، تسمى ضريبة القيمة المضافة. اللي احنا كنا متعرفين عليها اسمها ضريبة المضافة. يحصل ايه ده لما تزيد؟ يحصل ان ده الحاجة يزيد، البرايس يزيد من الكيرف ده قصد عننا يرجع الاقتصاد كله تبقى الايكوليبرم واقف هنا مش هنا. فالضرائب لابد منها، بس ايه؟ التوسع فيها قوي يعني تمنه غالي. تمنه ان هو ما هو كمان خلي بالك ما هو كل ما بيقل كل ما بيقل الاقتصاد
بيقل في ضرايب تانية اسمها ضرايب الدخل وضرايب القيمة المضافة، في ضرايب أنواع كتير أوي من ضرايب الدخل. فالضرايب ديت هتقل مع انخفاض مستوى الاقتصاد أو الناتج المحلي للإيمان. فلازم يحصل توازن ولازم تتحسب بحساب معقول. إضافة لذلك إنه زي ما قلت مفيش شفاء أوي في إدارة الاقتصاد. وطبعا مستوى الفقر اللي موجود مخلي كل واحد يعني ايه يستحيل ان هو يتفرغ يستسهل انه يدفع 10 مقروض ضرايب بقيمه صغيره كده عن انه يدفع للبلد مستحقاتها. المفروض ان الضريبه دي مستحقه للبلد عشان تقدر تدير الشؤون الاقتصاديه. فده طبعا تاثير حاجه زي الضرايب. طيب في ظاهرة تانية برضه هشرحها قبل ما ننتقل لموضوع تاني، وهي ظاهرة أنا هنا مش هستدعي الـ الأرش دي وكده، أنا هستدعي الكميات على مستوى هتكلم على مستوى المنتج، هرجع تاني لمستوى المنتج. يعني لو كان ده البرايس ده الكيو تعالوا نسميه
جيد يعني ايه فلوس الحصاد جيد؟ طماطم ما شاء الله انتجت انتاج وافر، فبدل ما كنا متوقعين ان هي هحصل مليون طن حصلت اكتر، حصلت اكتر. يحصل ايه بالبرايس؟ يحصل ايه بالكمية؟ الكمية والبرايس كله، ويظهر حاجة اسمها ار كيو ريفينيو كيو يساوي كيو كيو في البي كيو. أنهي كمية أكبر؟ أول ولا أكثر؟ مش هيتباع خلاص. لا الانتاج هيتباع ومبيعات كميتها اكبر، لكن حصل ريدكشن للسعر كبير، حصل ضرب الاثنين في بعض، الكميه في كده اداني ارجو اقل من ضرب. ده بيسموه بارادوكس، يعني حاجه كده غريبه، بس ده بيفسر البارادوكس اللي جاي. يسمى مشكلة نص الحصاد الجديد. بعض الدول تروح عندها قمح زيادة، تنزل السوق العالمي تخسر، أو مثلا مبقاش قمح لأن القمح بيدور ناس كتير. البن مثلا، البن البرازيلي ده يعني ايه؟ مش اي بلد بتنزل البن، ما نسمعش الا عن البرازيل واليمن تاني في الاخر. بنلاقي البن البرازيلي هو اللي ايه؟ ممكن يبقى طاري في السوق اللي كان عنه. فيقول لك طب ما انا لو نزلت الكميه دي كلها، العائد بتاع الدخل اللي جاي من الفلاحين بتوعي هيقل، فبتعمل ايه؟ قال اللي بيعملوه يروح رامي في البحر، يرمي يرجع تاني الانتاج للمستوى ده والفرق ويرميه في البحر عشان يرجع السعر بتاعه للسعر القديم. تصرف طبعا انت بتشوفه التصرف لا انساني كده، التصرف عملي، لكن الاقتصاد ايه ممكن يعمل؟ في الاخر انا عاوز احافظ على دخل الناس بتوعي، ايه اعمل الحل؟ الحل ان انا اروح رامي مليون طن من اللي حصل فيها انا مثلا مثلا يعني 10 مليون وطلع 2 مليون زياده، قال لي 2 مليون زيادة، 2 مليون طن ما عنديش أماكن أخزنها فيه. ده عاوز بناء مستودعات ومجهزة ومكيفة وقصة ما مش جاهز فيها. أعمل إيه؟ ارمي في البحر. ما يصدرهاش ليه طيب؟ سعرها إيه؟ ما هو لو صدرت لأن أنا هتغير السوق، السوق هو توازنات السوق بتقول إنه بالكمية دي بتاعت السلة، بس بالكمية دي بتاعت السلة. ده في كل السلع ولا في سلع معينة بس؟ في كل سلع مختلفة دلوقتي. واخد بالك؟ أو السلع على كل سلع. نفس الكويس. يعني لو الإنتاج العالمي زاد من سلع كمان، ليش تدخل تروح؟ ما
ما البترول بيتحرك سعره ما بين 40 جنيه وممكن يوصل ل 120، يوصل ل 200 لو الدنيا فيها أزمة ولا كده. ده بناء على ايه؟ عرض الطلب والميكانيزم بتاع العرض والطلب بيشتغل. بس البترول ميزته انك انت ببساطه لو كنت بتنتج في اليوم 10 مليون، يعني استغلت حوالي 9.5 مثلا مليون برميل يوميا، ممكن ينزلهم من 8 والباقي يتخزن في النهار، يعني مش هياخدوا يدوك البحر ولا هياخدوا في الصحراء. ده ميزه البترول انك انت قادر على التحكم في الكميه اللي تاخدها وتسحبها. واخد بالك؟ انما بالنسبه للمنتج الزراعي هتعمل ايه؟ ترميه بقى. نعم. أنا ليه برضه أرميه في البحر؟ مش المشكلة عندي، مش أنا المشكلة عندي إن مبقاش فيه حاجات، يعني مبقاش فيه منتج كتير يغرق السوق. أنا ممكن تكون عندي مشكلة في البلد دي، أنا آخد الزيادة أديه لبلد تانية ويجي لي عقد. البلد التانية دي، البلد التانية دي كانت بتشتري مني، هتقولها هدية ولا هتديله فلوس؟ هو أنت عندك إنتاج 8 مليون والدنيا غالية. ربنا أفاق فلوس ده نص الحصاد جاي صدفة كده، السماء أمطرت بشكل جيد وحصل تفاعل بتاع ده البركة اللي بيشتغل كويس، الشرارات اللي بتحصل في الجو دي بتعمل في أكسجين وفي نيتروجين، بتعمل أكسيد النيتروجين أو حاجة كده النقاط، يعني حاجة كده زي السنان الطبيعي، تقوم تنزل مع المية تعمل حاجة كده إيه تخصب التربة بشكل أفضل. واخد بالك؟ صفت سنة من السنين حصل الدنيا الإنتاج زاد وده شيء بيحصل كتير. يعني ده فرق ده مغطي أصلا كل الناس. ما هو السوق متوسط، أنا عارف كل بلد بتستورد مني قد إيه، بس متوسط. حصل عندك زيادة من دول 2 مليون طن. لو أنت عطيهم في البيع، ديفنتلي الزيادة في الكمية دي لازم تقابلها الانخفاض. لو كان الانخفاض في السعر السوق ده حصل الضرب يدي أقل، ملهاش حاجة. ما عنديش مخازن مرة واحدة كده كنش مخازن 2 مليون طن، والسنه الجايه استبقى الاواعي الارض دي ما زرعهاش ولا لا مش كده. دي مش كده. فعقود الفكر ملهاش. فطبعا يعني ايه رغبتهم في الناس الفقراء اللي ده مش عارف في الاخر ثلاث صور زي كده حاجات غريبه مش نتكلم على حاجة اسمها الدورة الاقتصادية. الدورة الاقتصادية مثلا بيعيش وقلت له كيلو
كده اربعه عاوز اجيب الناس عامليه عاوز اشتغل. فالسيلز بتزيد. السيلز لما تزيد تكلفه الانتاج هيحصلها ايه؟ كاست اوف برودكشن هيحصلها ايه؟ تزيد. مظبوط؟ الكاست اوف برودكشن تزيد. الكاست اوف برودكشن تزيد البرايس هيحصلها ايه؟ هي ليه كوست اوف برودكشن بتزيد؟ ما بنحس ان السعر بيزيد. كنت بدفع على المعامل 100,000 بقى 120. ماشي ماشي. البرايس بتزيد. لما البرايس بتزيد يحصل ايه؟ البرايس بتزيد يحصل ايه؟ كميات المستهلكة تحصلها ايه؟ البرايس بتزيد الديماند الديماند بيقل. كل حاجة بتاخد زمانها بس بتشتغل. وبعدين الديماند بيقل بيؤدي إلى إنه الـ RGDE يبتدي الـ RGDE يقل. يبتدي يحصل ايه؟ ظاهرة عكسية. يبتدي العقد بالمهم تحصل ايه؟ يقل الأخر. يس كان مثلا مستوى التوصيف الامر اللي مثلا 4% يبتدي يزيد يبقى 5-6%. يزيد بقى مش الامر اللي يزيد. بالظبط تزيد. يبتدي الامر اللي زاد يبتدي الجمهور يحصل لها ايه؟ ابتدى الجمهور يحصل لها ايه؟ خلاص ما في كتير منك يعني خلاص عارف اجيب كان في ناس كتير كلها بطالة. طيب لما السالاريز تقل بيحصل ايه بقى للكوست اوف برودكشن؟ بس هو برودكشن يقل. البرايس تقل. البرايس بتطلع ايه؟ البرايس تقل. يبتدي يحصل ايه بقى؟ الديماند. الانفينيتي لوب. الديماند يحصل ايه؟ يزيد. يزيد. صار في سقف. اوصل لايه؟ سقف. بتشتغل باستمرار. دي بيسموها السايكل الاقتصادي اللي هي ماشيه عندها يعني بدل يعني ممكن يكون مثلا هناك في محل بناء هناك في محل بناء ماشي كده بس. بس هو حقيقة ما بيمشيش خط مستقيم كده بدعم ولا يطلع ولا في سايكل ماشي ده الاقتصادي ماشي سايكلي. بس دي ظاهرة معقولة. سلوك يا ناس انت بتتكلم في انخفاض الاسعار القوى العاملة او البطالة 2-3% طالع نازل يعني مش شايف دي ايه الحاجة الكبيرة. برضه الاسعار لما بتتكلم على 2-3% طالع نازل مش برضه مش شايف الحاجة الكبيرة. هي بس بتعمل بيبين لك ان في العملية ما هياش ستيدي كده طالعه في سايكلز شغاله بالشكل ده. وكمان على السايكل ده
احداث ثانيه بتغفل فوق السايكل الطبيعيه، السايكل الطبيعيه في الاقتصادي تسمى الدوره الاقتصاديه او الايكونوميك سايكل. الدوره الاقتصاديه دوره اقتصاديه تمام ماشي شباب. بعد واحد من علماء مصر قال لي
قال له مصر يصلحها جريان نيلها وصلاح حاكمها. مصر يصلحها جريان نيلها وصلاح حاكمها. معرفش راجل مختصر الاختصار العجيب ده ولغايه دلوقتي شغال ازاي يوصل. لكن للاسف هنظل نلف ونروح حوالين نفسنا ما لم يحصل تعليم حقيقي. اخلاق فعلا الناس بتتعلم الاخلاق الصحيحه، الناس بتتعلم قيمه المال العام، حرص على المصلحه العامه كانها مصلحه شخصيه. الكلام ده كله محتاج اجيال ورا اجيال تتعلمه. اللي يقرا قصه سنغافوره، سنغافوره ده حته دبي، حته ما اعرفش حته مليئه كده شويه مش انما اللي مسكها بيحكمها قال للناس اللي في التعليم يعني اللي قائمين على التعليم والاعلام والشبابيه الثقافيه بصوا أما شغل الاقتصاد اللي هو شغل الاقتصاد ده أنا كافي بيه، بس بناء الإنسان هو الأهم. وعبر رحلة من يعني 20-30 سنة من الاجتهاد والجهد أصبحت سنغافورة من دول العالم الأول بعد ما كانت من دول العالم الرابع خلال 5 سنوات. ده خطيرة جدا جدا، لكن استطاعت ان هي بشكل من التركيز على التعليم. بس التعليم ده هو ايه؟ مش مجرد معلومات بيتقاس الناس، انما في ثقافه حقيقيه، في وعي حقيقي، في اخلاق. فده هو اللي بيطور ويبني الاوطان دي، يكون في اخلاق على صح، الناس تتعلمها صح. تقدر يوجد الانسان في اي مكان يراعي ربنا ويراعي حقوق اللي عليه، بحيث ان هو يعني الهندسه ممكن اول نص تلاقي المهندس يروح مكان ما ويتعلم فيه ويروح سايقه ورايح مكان تاني، وممكن ياخد شويه اسرار ومعلومات يديها للمكان المنافس. ده خطا اخلاقي كبير جدا. لا ممكن ما يعملش كده، ممكن ما يعملش كده، بس يروح يتعلم وقبل ما يعمل حاجه كده. المهندس او الديفلوبر مثلا اللي هو يعني بيشتغل يبدو سنه سنتين كده يتعلم، بيعمل شويه حاجات بس يتوقع اكتر ما بيفيد، او بيتعلم على الاقل فتره الاوليه من حياته بشكل كبير. دايما ببسط انصح الولاد في المشاريع اللي بيتخرجوا معايا من مشاريع التخرج سنه رابعه، بيقولوا يا اخوانا يعني في الاول في حياتك احرص على انك انت المكان تبقى اعطيت فيه اكثر من خط، يعني حاول دايما تبقى ليك بصمه كل مكان في البيت هنا. فالروح نفسها لما يبقى الواحد بالمستوى ده ربنا سبحانه وتعالى بيبارك. لينا استاذ دكتور سيد السوري في قصه الطيران، دي كلمه جميله قوي، بتحرص على الواجب ياتيك الرزق. احرص على الواجب ياتيك الرزق. الرزق جاي ايه؟ ده من طلب ربنا سبحانه وتعالى. لكن كونك انت تبقى حريص على اداء الواجب بتاعك بزياده حتى، ده من فضل ان هو بيتحط في ميزان حسناتك، ان هو كمان في الدنيا قبل الاخره بيفكر موازينك. تمشي على تتحط على التراك من حيث القيم والاخلاق.
الاعلان للاسف يثير الكلب، طالما انه في عدم حرص حقيقي على الإدراك العام والمصلحة العامة، وفي مزايدات من هنا ومن هنا، الإفضل لسه مش واضح. ولكن الأمل ده يعني، لأن ربنا سبحانه وتعالى بدل يسلم على تدبير الحال. ايه؟